عمود ادعم منتوجك الوطني، عوفنا سلة دبي باوع، هاي انا سلة خاصة باوع بيها كيلو باوع عزيز المباوع. انا نفسي سلة فيكس بس هاي اطيب. هاي فيكس مسمينها؟ ايه زين. وهاي المكتوب بنصها شنو؟ مسكاشو. الخاصة كي حلويات الحاجة اللي بنصها بنصها بستاشيو. بستاشيو واحلى رماش للبستاشيو. مفاجأة حلويات الخاصة كي البقلاوة مالتهم كم طابق؟ احسب الطوابق حميد، احسب واحد حميد جاي احسب طوابق. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. افتحها خلي الناس يشوفون ليش بقلاوة الخاصة كي تختلف عن غيرها. اذا جايب لك كيلو وينفسك حلبي خله بالقطعة الوحدة باوع متروسة. خلي هنا باي الصينية العظيمة والعظم لله باوع حميد راح اكتر هنا نراويهم انواع البقلاوة مال الخاصة كي. باوع باوع عزيزي المباوع احلى حلويات بالعراق مو بس ببغداد من حلويات القاصقي. مشهورين بقلاوة اي بقلاوة كلهم الفستق مع راس العصفور. الفستق عنده فد شيء عالي، يمكن عنده معمل مال فستق او عنده اجار مال فستق والدهن الحر. باوع بعد قد قال فستق باوع كله درجة أولى من حلويات الخاصة كي في المنصور. اللهم صل على محمد وآل محمد. وين كيكة؟ كيكة من دولارات. هاي من دولارات وهاي من جي كلاس. بس هم جي كلاس رقم مميز رقم واحد. هاي حسب الطلب، اكو مع الضباط اكو متخرجين من الكليات.